السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشر مبروكة، الله يجعل هذا الشهر يدخل لكم بالصحة والسلامة، واللي ناوي شي حاجة في قلبه في خاطره الله يجعله يتحقق ليه إن شاء الله، والله يبعد علينا هذا البلاء، والله يحد علينا هذا كورونا. اش غادي نقول لكم، عشنا البارح واليوم واحد اللحظات شوية عصيبة، هذوك الوليدات مساكن اللي توفاو بقاو فينا واحد، اش غادي نقول لكم، بحال تقول واحد من الفرد من العائلة مات لينا صراحة، أقسم بالله والله البارح ما نعسنا، بقاو فينا، اش غادي نقول لكم، تنتمنوا لهم الرحمة والمغفرة والله يجعلهم من أهل الجنة إن شاء الله. ما عرفنا شنو هو السبب اللي الحقيقي اللي دار، واش شي حاجة عكلاتهم تما الله أعلم، فهمتي، هما كانوا محتارمين القانون ديالهم، غاديين على الكودرون ديالهم، كما أكدوا الناس. اش غادي نقول لكم، انا واحد الرساله بغيت نوجهها للناس اللي يستعملوا الدراجات الناريه كل اصناف ديالها من الصغير حتى الكبير. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، تنطلبوكم تكيسوا على راسكم، سوقوا بالعقل، احترموا قوانين السير، احترموا الضوء. شي حاجه باغا تزيدها من راسك بلا ما تزيدها، قال لك سيدي سير بالربعين، سير اخويا بعشرين، طلب السلامة، سير عند والديك، سير عند والديك بخير وكل شيء. علاش نهار تيطرا لك شي مشكل، نهار تموت، راه تتعود معوق، راه تتعود شي حاجة، راه العائلة مسكينة هي اللي تتاكل العصا، الأب والأم، الأب والأم هما اللي تياكلوا العصا مساكن، راه تيدمروا. وبالله عليكم هذوك الوليدات مساكن البارح كانوا باركين مع والديهم، فطروا معاهم، فطروا، تصور بنادم افطر معاك، خرج شويه الام ديالها، شو مسكينه ناضت تتغسل بماء عنتها، جاو صدموها ولدك مات، شنو الاحساس مسكينه غادي يكون عندها هذيك الساعه، الشقيق ديالو قويله البارح واليوم مسكين، ما التوام ديالو مسكين، ما اش غادي نقول لكم، تنطلبوا له يا ربي تثبتوا، راه بقى فيا واحد، واش غادي نقول لكم، والله العظيم تبقى فيا، يا ربي تثبتوا، يا ربي تثبتوا، تنتمناو سوقوا بشويه. علاش نهار تيطرا شي مشكل، نهار تيطرا شي مشكل، راك والديكم تتخليهم مألمين، مألمين، والله يرحم لكم الوالدين، والى اللقاء. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.